مرحب حبيبي، اليوم بدنا نعمل شي كتير طيب مع بعض من النسلي واللوز. حلو كتير، سهلة وبسيطة، وعن جد ان شاء الله بتنال اعجاب الجميع. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي عنا نسلي وكوب صغير لوز. منضيف ملعقة طعم سكر فوق اللوز وبقليهن على الغاز. بس دابعنا السكر بهيدا الشكل شي بسيط، طفي الغاز وبحط اللوزات على المجلى ليبردوا عنا تماما. بس بردوا عنا اللوزات وصاروا بحرارة الغرفة، هلأ بدنا نطحنهم. نعمناهن، منفضي النسلي بالمقلاي، بحطهم على الغاز وبحركهم. بستمر بالتحريك لتشتد عنا النسلي. بخفف الغاز شي بسيط. انتبهوا ملاحظة، ما لازم توقفوا تحريك، عشان عنا النسلي إذا وقفتوا تحريك بتحرق. بس صارت عندي النسلي بهيدا الشكل، هلأ منطفي الغاز وبكفي أنا وياكم. منحط اللوزات اللي نعمتهم فوق النسلي. نخلطهم مع بعض. عندي حبة لوز مش ناعمة منيح بشيلها، فينا نتركها ما في مشكلة، بس الأفضل شيلها. هلأ بحطهم بالصينية. عندي هون صينية غلفتها بورقة زبدة. قبل ما نحط الخلطة بدهن نقطة زيت خفيفة. بسم الله. بحط الخلطة اللي عملتها أنا وياكم. بنحاول قد ما فينا نشتغل بالخلطة هي وسخنة. بحط زيت كتير خفيف بصحن، بس بغط الملعقة شوي لأقدر مد العجينة تنمز معنا وما تلزق. وكمان في طريقة أفضل، ورقة زبدة. بعد كتير سخنة. بحط الصينية بالفريزر لتجمد عنا الخلطة منيح. بعد مرور حوالي 3 ساعات انا وحاطة الحلو بقلب الفريزر، بدنا ندوب الشوكولا. عندي 100 جرام شوكولا. بس دوبت الشوكولا بضيف عليهم 4 معالق طعام زيت، ملعقة، 2، 3، 4. بخلطهم منيح وبضيف ملعقة طعام جوز الهند. كمان بخلطهم. بحطهم على جنب. هيدي الحلو بعد ما شلتها من الفريزة وصارت عنا بهيدا الشكل مجمد منيح. بنقصها مربعات صغيرة. بعد ما قصينا المربعات هلأ بدي غطهم بالشوكولا وحطهم على الشبك.
فينا المربى نزغره اكتر من هيك كمان، انتو حسب الرغبة. اذا لزق الحلو عنا على الطبلية شو بتعملوه؟ بتعملوها بالسكينة بهيدا الشكل وبتشيلوا القطعة بكل سهولة، شايفين؟ واذا حبيتوه حطوهن على نايلو افضل او ورق زبدة قبل ما تحطوهن على الطبلية. بعد ما غطينا الحلو بالشوكولا صاروا عنا قطع الشوكولا بهيدا الشكل، هلأ بحطهم بالبراد حوالي 10 دقايق. هيدي الشوكولا بعد ما حطيتها بالبراد حوالي 10 دقايق، عنا ورق لنغلف فيه الشوكولا اذا حبينا. هيدي اذا بتحبوا بتجيبوا من هيدا الورق، موجود على الاونلاين. نشيل الشوكولا على رواق. بسم الله. اذا حبيتوا بتغلفوهم بهيدا الشكل، واكيد بتحطوهم بالبراد، ما بينحطوا برة البراد بالشوب. هلا بحطهم بالصحن. انا ما رح اغلفهم كلهم، بس فرجيتكم طريقة التغليف. اذا بتحبوا رح حطهم زي ما هن بالصحن. كل ما حطيناهم بالبراد كل ما افضل. هيدي الشوكولا اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.